بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسعدنا تواجدكم بيننا على أمل أن تنتبهوا وتستفيدوا من الدروس التي قدمتها لكم. دائما معكم السيدة بالعربي أستاذة تعليم الابتدائي لمستوى السنة الثانية ابتدائي. مرحبا بكم بين أحضان أستاذتكم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والنجاح والتمييز لكم يا أحبتي ويا تلاميذي الأعزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. ودائما نقول ونردد أعوذ بالله من غضب الله، ونبدأ على بركة الله. اليوم عندنا تقويم تحصيلي، اليوم هنالك حوصلة لما قدمته لكم أستاذتكم من دروس. هيا بنا يا أحبتي نتذكر معا الدروس السابقة. إذا المعلمة قدمت لكم التاء المفتوحة والتاء المربوطة. إذا التاء المفتوحة فيها ثلاث حالات تكتب فيها التاء المفتوحة، هيا نتذكر معا. التاء المفتوحة تاء الفعل مفتوحة، في الأفعال تكون تاء مفتوحة. تاء جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث السالم، مثل طبيبات تاء المفتوحة. وتاء الاسم الثلاثي الساكن الوسط، مثال زيت بيت بنت. إيه؟ الدرس الثاني هو بعنوان التاء المربوطة. التاء المربوطة تأتي في الأسماء، نتذكر معا الأسماء المفردة المؤنثة، مثل فراشة. الأسماء المفردة المؤنثة، وتطرقنا كذلك إلى همزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل هي ألف بدون همزة، وهمزة القطع هي ألف بهمزة. وكذلك إلى أسماء الإشارة، أسماء الإشارة نشير إلى هذا مفرد مذكر، هذه مفرد مؤنث، تلميذ يجلس بعيدا عني، نقول ذاك. تلميذة تجلس بعيدة عني، أشير إليها بتلك. مثنى مذكر هذان، مثنى مذكر هذان، مثنى مؤنث هاتان. جماعة الذكور هؤلاء، وجماعة الإناث كذلك هؤلاء. إذن وتطرقنا كذلك إلى درس حروف الجر، والمعلمة كانت لديها أغنية بحروف الجر، من إلى في عن على بكاف لام. إذا هذه هي حروف الجر، اسم الذي يأتي بعد حرف الجر يسمى اسما مجرورا. وكذلك عدنا الفعل المجزوم. الفعل المجزوم قرينا لم ولا، والفعل المنصوب بلن. قلنا الفعل المجزوم يأتي بعد لن، الفعل المضارع المجزوم يكون آخره سكون، ولا كانت هنالك لا كذلك يكون آخره سكون، وإذا كانت هنالك لن يكون منصوبا. هذه هي الحروف، هذه هي الدروس التي عرضتها عليكم أستاذتكم. والآن لدينا تقويم تحصيلي. تقويم تحصيلي، المعلمة جلبت لكم نص، السند، نقولوا السند ولا نص. هذا النص سوف تقرأه عليكم معلمتكم، وأنتم عليكم بالإصغاء والانتباه. يلا. دخل الهاتف النقال في حياتنا بشكل كبير، وأصبح ضروريا لا نستطيع الاستغناء عنه. نستعمله للاتصال بالأصدقاء والأهل. هذا يلعب ألعابا مسلية
وذاك يسمع الموسيقى، ولكن الإفراط في استعماله قد يلهيك عن واجبات يومية. إذا بعدما استمعتم للقراءة النموذجية لهذا النص هو بعنوان الهاتف النقال، يعني النص يتحدث عن الهاتف النقال. إذا الآن سوف نستخرج من هذا السند أو من هذا النص ما درسناه، أو ما قدمته لكم أستاذتكم. الآن عدنا تمرين، استخرج من السند ما يلي. هنالك جدول فيه التاء المفتوحة، التاء المربوطة، همزة الوصل، همزة القطع، أسماء الإشارة، فعل مضارع مجزوم، وحرف جر. الآن المطلوب مني أن نستخرج التاء المفتوحة. يلا لاحظوا معي ودققوا الملاحظة، سوف أعيد القراءة وفي نفس الوقت نستخرج معا التاء المفتوحة. دخل الهاتف النقال في حياتنا بشكل كبير وأصبح ضروريا لا نستطيع الاستغناء عنه، نستعمله للاتصال بالأصدقاء والأهل. هذا يلعب ألعابا مسلية، هنا عنا مفتوحة؟ لا، عنا مربوطة، أحسنتم. وذاك يسمع الموسيقى، ولكن الإفراط في استعماله قد يلهيك عن واجبات يومية. إذا التاء المفتوحة هي هنا واجبات، نسطر عليها واجبات. كيف هي هذه الكلمة؟ هي مفردة؟ هي مثنى؟ أم جمع؟ أحسنتم، جمع. إلى هذه الكلمة جمع واجبات، ينتسب هذا الجمع إلى جمع المذكر السالم أم جمع المؤنث السالم؟ جيد. إذا هذه الكلمة واجبات تنتمي إلى جمع المؤنث السالم، لذا كتبت تاؤها مفتوحة. واجبات، هيا بنا ندونها على الجدول. هنا عدنا واجبات، الآن عدنا التاء المربوطة. يلا في السطر الأول لاحظوا مع بعض التاء المربوطة، عندما تروها أشيروا وقولوا التاء المربوطة. هذا يلعب ألعاب مسلية، هنا عدنا مسلية التاء المربوطة، هنا عدنا مسلية التاء المربوطة. وذاك يسمع الموسيقى، ولكن الإفراط في استعماله قد يلهيك عن واجبات يومية. يومية، هنا كتبت في هذه الكلمة تاء المربوطة لأن هذه الكلمة هي مفردة مؤنثة، وكذلك يومية هي كلمة مفردة مؤنثة، لذا كتبت تاؤها مربوطة. هيا معا ندونها على الجدول. تاء في خانة التاء المربوطة، هنا عدنا مسلية، مسلية، وهنا عدنا يومية. جيد، يومية. لحد الآن أنتم تتابعون معي. جيد، إذا عدنا همزة الوصل. نتذكر معا همزة الوصل قلنا هي ألف بدون همزة، ألف بدون همزة. دخل الهاتف، دخل الهاتف، هنا وصل، دخل الهاتف. هنا كذلك النقال، هنا وصل، ألف هي بدون همزة. هنا عدنا الهاتف، هنا عدنا النقال، ندونها الهاتف، هنا ألف واللام قمرية، وهنا ألف ولام شمسية.
نقال. هنا همزة الوصل. في حياتنا، تابعوا معي، في حياتنا بشكل كبير وأصبح ضروريا لا نستطيع الاستغناء عنه، نستعمله للاتصال بالأصدقاء والأهل. والأهل هنا كذلك همزة وصل، والأهل هنا عندنا الأهل. الأهل، هناك كلمات عديدة في هذا النص تحتوي على همزة الوصل، أنتم عليكم باستخراجها في البيت. جيد، إذا والأهل، هذا يلعب ألعابا مسلية وذاك يسمع الموسيقى، كذلك همزة وصل، الموسيقى، يسمع الموسيقى، لونها الموسيقى. الموسيقى. إذا ولكن الإفراط في استعماله، في استعماله هنا كذلك الوصل، في استعماله. في استعماله قد يلهيك عن واجبات يومية. قلنا همزة وصل، أعيد وأكرر يا أحبتي بأن همزة الوصل هي ألف بدون همزة. الآن عندنا همزة القطع، همزة القطع هي ألف بهمزة تكون فوق الألف أو تحت الألف. نعاود نذكركم بأن الهمزة هي عين صغيرة تأتي فوق الألف. نوعية قراءة بطبيعة الحال النص، دخل لنستخرج معا. دخل الهاتف النقال في حياتنا بشكل كبير وأصبح، هنا عندنا همزة قطع، وأصبح، ونلونها لكم بالأحمر، وأصبح، ثم أعيد تدوينها على الجدول، أصبح. هنا همزة القطع ألف والهمزة فوق الألف، أصبح. ضروريا لا نستطيع الاستغناء، هنا الهمزة سوف تلونها المعلمة، الاستغناء جد تحت الألف، هنا الاستغناء. نواصل عنه، نستعمله لاتصال، هنا كذلك الهمزة لاتصال تأتي تحت الألف، لاتصال دونها، لاتصال بالأصدقاء، بالأصدقاء هنا كذلك بالأصدقاء. بالأصدقاء والأهل، هنا كذلك والأهل، والأهل. والأهل. والأهل، هذا يلعب ألعابا، ألعابا، استخرجوها مع بعض، ألعابا مسلية وذاك يسمع الموسيقى، ولكن الإفراط، راكم تلاحظوا معي أكثر، الإفراط، هنا الهمزة، هنا الألف، همزة تحت الألف، في استعماله قد يلهيك عن واجبات يومية، يومية، هنا نزيد ندونو كلمة الإفراط، الإفراط. نزيدو نمدو في الجدول لنستخرج منه ما درسنا. إذا الإفراط. الآن عندنا أسماء الإشارة، سبق وأن تذكرنا معا ما هي أسماء الإشارة. الآن في هذه الجملة قرأوا معي، هذا يلعب
العابا مسليه. وذاك ذاك هو يجلس بعيدا عنا، وذاك يسمع الموسيقى. اشير الى هذا وذاك، ندونها في خانه الاسماء الاشاره. هذا للاشاره الى المفرد المذكر القريب، وذاك للاشاره الى المفرد المذكر كذلك البعيد. جيد، لحد الان انتم معي احبتي. عندنا الفعل المضارع المجزوم، نمر مباشره الى الجمله الثانيه. الجمله الثانيه، لا نستطيع، لا نستطيع. اذا فعل مضارع مجزوم بلا، ندونه نستطيع. اخر هذا الفعل المضارع هو السكون، احسنتم. واخر خانه هي مخصصه الى حروف الجر، هيا بنا معا نستخرج حرف الجر. اذا رايتم حرف الجر اشيروا وقولوا حرف جر، يلا مع بعض. دخل الهاتف النقال في، المعلمه عليك الاول، في هو حرف جر. حياتنا بشكل كبير واصبح ضروريا لا نستطيع الاستغناء عنه، عن كذلك عن، عن نستعمله لاتصال بالاصدقاء بي، عدنا بي والاهل. هذا يلعب العابا مسليه وذاك يسمع الموسيقى، ولكن الافراط في كذلك. عدنا اثنان في استعماله قد يلهيك عن. اذا الحروف الجر التي استخرجناها مع بعض هي، من يقول لي ما هي الحروف الجر التي استخرجناها الان؟ نعم، جيد، احسنتم. اذا هي في وعن، ندورها، هي في وعن. نغلق الجدول يا احبتي، وبهذا نكون اتممنا التمرين الذي هو عبارة عن حوصلة لما عرضناه من دروس عليكم. أحسنتم يا أحبتي على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.